خليني ارجع لمشاركه الاهلي في المونديال. وانا يمكن كنت بتكلم مع كابتن اشرف في الفاصل، كنت بقول قد ايه المكاسب كبيره جدا. النهارده خليني اقول لك انه كان في دبلومه بينظمها الفيفا على هامش البطوله، ومشاركه عدد كبير من الانديه العالميه، حتى منها اللي مش مشارك في البطوله نفسها اشرف، زي يوفنتوس، زي ليفربول، زي اياكس امستردام، وشارك فيها النادي الاهلي، يمثله فيها خالد مرتجي امين الصندوق ومنسق بعثه الاهلي في المغرب في المونديال. اتكلم فيها عن تجربه النادي الاهلي في اكتر من ملف. اتكلم فيها على بدايه طبعا على تاريخ النادي الاهلي، وازاي تحول نشاط الكره فيه من رياضه للاحتراف، اعاده هيكله قطاعات كره القدم، وخصوصا طبعا انت عارف النادي بيرعى مش بس يعني في انديه من دول انديه كره القدم فقط لا غير، لكن الاهلي عنده 16 لعبه ثانيه غير لعبه كره القدم. اتكلم فيها على شركه الاهلي كره القدم، وانها تم فصل امور النشاط الكره عن النشاط الاجتماعي، خصوصا مع التوسع الكبير اللي بيحصل في افرع النادي الاهلي. بتتكلم على 4 افرع رئيسيه والنشاط الاجتماعي اللي بيقوم بيه النادي. اتكلم على التطور في البنيه التحتيه، اتكلم على المشروعات وعلى رؤيه مجلس الاداره زي استاد كره القدم الخاص بالنادي الاهلي واللي بدا في خطوات تنفيذيه. وكانت التجربه الحقيقه محل استحسان مش بس من مسؤولين في الفيفا، حتى كمان من الانديه الكبيره دي. احنا بنتكلم على انديه كبيره وانديه يعني طبعا تاريخيه في اوروبا زي ليفر وزي يوفنتوس، ابطال دوري ابطال، مش انديه صغيره. وبالتالي كانت التجربه الحقيقه محل استحسان من الجميع. تداعيات اعتقد دي تداعيات بطوله كاس العالم للانديه، واستغلوا الفرصه للمنتدى ده او أيوة. للمؤتمر ده. واعتقد تواجد النادي الاهلي مهم جدا، لانه يعني انا بعتبر النادي الاهلي، ودي حقيقه يعني، النادي الاهلي هو يعني سفير الكره الافريقيه والعربيه في مونديال الانديه، وبالتالي قاعده كبيره جدا جدا جماهيريه، ولابد ان الانديه الاخرى، اعتقد ان ده اللي استفادت بعض الانديه الاخرى من تجارب الانديه الكبيره اللي عندها علم واداره وبتدير هذا الموضوع من خلال علم، مش بس تجارب عشوائيه، ولكن من خلال علم في الاداره وعلم واستراتيجيه معينه في وبلان وتخطيط واضح عشان تقدر تستمر. زي ما بقول دايما، مش سهل جدا انك تاخد بطوله، ولكن الصعب جدا انك تستمر على منصات التتويج سنوات وسنوات طويله جدا جدا. اعتقد ان مهم جدا جدا ان حتى الانديه اللي احنا بنتكلم عليها، انديه زي ليفربول وزي يوفنتوس وزي اياكس، هتلاقي ليهم دايما ابس اند داونز، يعني في فترات بيبقى في كبوات بتستمر مواسم طويله جدا عشان يقدروا يقوموا ويرجعوا مره ثانيه للمنافسه. صحيح. ارجع لماتش الريال، شايف المواجهه دي ازاي؟ وايه اللي لينا وايه اللي علينا؟ يعني ايه اللي انت شايف انه مش في مصلحتنا؟ وممكن لازم نعمل له حساب او نتعامل معاه بشكل من الاشكال بعيدا عن 90 دقيقه، بنتكلم على مقدمات ما قبل المباراه، وايه اللي علينا ممكن يخلي كفتنا ارجح في المباراه. طيب اضيف نقطه بس للمؤتمر السابق ده، انه استراتيجيه النادي الاهلي دائما وابدا موجوده في انه مش واحد بس هو اللي بيشتغل، مش كابتن محمود الخطيب هو بس اللي موجود. أي. لا، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين ومتواجدين بشكل عملي، كل واحد ليه دور في الاداره. النجاح ده مش ممكن ابدا يقوم بفرده، يعني مهما كانت امكانياته ومهما كانت عبقريته، بالتاكيد المنظومه دي قايمه على طبعا مؤسسات وعلى ادارات وعلى كفاءات كبيره جدا. لازم نوضحه للناس، لان يعني هي دي استراتيجيه دايما النادي الاهلي ونجاحاته. يعني صحيح، وده يحسب في النهايه للتوب مانجمنت طبعا، يعني طبعاً. يحسب للاداره. هي سياسه عامه احنا ماشيين عليها داخل النادي الاهلي، وده علم في الاداره، مش بنشتغل بشكل عشوائي يعني. صحيح. طيب نروح للمباراه النهارده. طبعا مباراه الاربعاء، مباراه بكره ان شاء الله، بعد بكره النهارده الاثنين. النهارده الاثنين. طيب الوقت الحلو بيجي بسرعه. الوقت الحلو بيجي بسرعه، يمكن عشان مستعجل المباراه. كلنا مستعجلين بصراحه. هي البطوله عدت بسرعه فعلا جدا. انا مش متخيل ان احنا من اسبوع كنا بنقول يلا هنبدا كاس العالم. يعني مقدمات او دايما بقول ان المعطيات دايما بتدي نتائج احمد. يعني انت عندك الفترات اللي فاتت التوهج، عندك عوده سريعه للنتائج والاداء في بطوله الدوري والكاس، واستعداداتك لبطوله كاس العالم. ليه بتفكرني بدوري دلوقتي؟ يعني احنا في مونديال، وبقول لك ريال مدريد وفلامينجو وساتل ساوندرز. لازم نتكلم دايما. دوري يعني ليه بتفكرني بالدوري؟ الناس مبسوطه بتضايقها ليه؟ الحمد لله كمان احنا في الدوري الحمد لله ماشيين، يعني حتى احنا متاخرين ماتشين ولسه متصدرين. والزمالك بيقولوا خسران 3 النهارده اعتقد كده. كان 2 قبل ما ادخل يمكن. لا دخل الثالث دلوقتي. طيب
يعني المنافسين كمان بيترنحوا. فاذا انت الحمد لله ماشي بشكل جيد في كل البطولات وعلى مستوى كل البطولات. مستر كولر وجهاز الفني الفترات اللي فاتت الحقيقه احمد انا يعني معجب جدا 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 بطريقه تفكيرهم وطريقه تنفيذ فكرهم ومعجب اكتر الحقيقه باداء اللاعبين وتنفيذهم لفكر الجهاز الفني، لانه واضح جدا جدا داخل الملعب. يعني اي حد قاعد بيتفرج على مباراه النادي الاهلي الفتره الاخيره هيشوف قد ايه التطور الكبير جدا جدا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي للاعبين. تطور قد ايه في خط وسط ملعب النادي الاهلي ديانج والسوليه وحمدي فتحي، وقد ايه كلمت انا وانت ان نفسنا من فترات طويله يعني من سنه او اتنين نفسنا ان يكون عندنا لاعبي وسط الملعب بيتطوروا بالشكل ده في الشكل الهجومي. قد ايه اتطوروا الفتره الاخيره على المستوى الفردي والمستوى الجماعي كمان. عمليه ده شغل المدرب طبعا. التوازن اللي موجود ده ما بين انك يعني تلعب بالشكل الهجومي وترجع تدافع بالشكل الجماعي ده، لا في تطوير بشكل كبير جدا.